وبركاته. يعطيكم ألف عافية أخوان، يوم جديد، زيارة جديدة، مغامرات جديدة بإذن الله. طبعا يا أخوان إحنا اليوم بزيارة عند أخونا وحبيبنا قصي برفقة الشباب الطيبة كلها. طبعا اليوم يا أخوان وعازمنا على إفطار رمضان، كل عام وأنتم بألف خير. طبعا زي ما أنتم شايفين هاي من الشباب، هاي هون أخونا قصي، هون أخونا حكيم، في كمان عبد الله يا أخوان، وفي علاء لسه ما جاش، مستنى فيجي متأخر، دائما علاء متأخر، دائما آخر واصلين. طبعا يا اخوان اليوم راح نفرجيكم اكثر من شغله، راح نفرجيكم عند اخونا قصي زي ما انتم شايفين هناك الغرفه هاي اللي عاملها، هون الجواز دق، وهون اخونا عبد الله. عبد الله الله يمسيك بالخير. طبعا اخوي عبد الله وحبيبنا يا اخوان اكيد تعرفوه، اللي بيجي على البث بيعلق وفي له اكثر من فيديو معنا. شباب لا تنسوا اللايك. ايوه ايش عبد الله؟ لا تنسوا اللايك يا اخوان، بدنا لايك، بدنا لايك. طبعا يا اخوان راح نفرجيكم الحمام كامله، طبعا هون حاطط حمام، في هون حمام طايره عنده لسه، هسه راح يحبسها. هون ثلاث خشش مليانات، وفي عنده جواز زق حلو ومرتب، الزلمه مزوج يا اخوان وسطحه مرتب. وهي الشباب هون قاعده بتولع نار، بدهم يعملوا صاجيه ولحمه وامور طيبه. طبعا يا اخوان هسه ان شاء الله راح ناخذ لفه على الحمام كامله، راح اخذكم انا اللفه اول شيء، بعدين نجيب قصي معانا ويعرفنا على حمامه بشكل عام. خليكم معانا وتابعوا. اخوان زي ما انتم شايفين هاي السطح، طلع كيف السطح، يعني برضه السطح ما شاء الله مطل. طبعا يا اخوان يعني هون قصي هو جاري تمام، وسطحي يعني تقريبا ببين من هون، تقريبا ببين من هون. هسه راح اقرب لكم الزوم افرجيكم السطح. طلع يا اخوان ركز معي، ركز ركز ركز، شايف هاي البنايه مش الطويله، هاي اللي اقصر منها انا وراها، هاي الخزانات، هدول الخزانات شايفهم، الخزانات البيض اللي ببينوا من عندي على السطح، هذا السطح اللي جنبي، هاي سطح بكون جوا يا اخوان، هون سطح اخونا قصي. طبعا هون يعني اغلبها هون طواير، هون طواير، اسمعي ركز ركز ركز، شايف هاي البنايه مش الطويله، هاي اللي اقصر منها انا وراها، هاي الخزانات، هذول الخزانات شايفهم، الخزانات البيض اللي ببينوا من عندي على السطح، هذا السطح اللي جنبي، هاي سطح بكون جوا يا اخوان، هون سطح اخونا قصي. طالح وين هاي الطيارات فوق، هذول معاهم شايفينهم، يعني كلها طبعا ما شاء الله اخوان شيري مسودات. راح نفرجيك هسه الخشه اللي هون، طبعا هو عنده راس اول وراس ثاني، بس بقول لي انا شاككهم يعني مخلطهم مع بعض. طبعا ما شاء الله الثوب يا اخوان كيف ثوب حجر، طلع ما شاء الله عندنا بشيء بجنن، هاي الباكستانيات كشمير شفار تمر اصليات. طلع يا اخوان يعني ما شاء الله حمام حلوه ومطقطقه، حيوانه في طاقه يا اخوان فاتحها، فهمت علي كيف؟ فهي الحمام مخلطه بتروح وبتيجي. طلع هاي الخشه، هاي هون اغلب الحمام يعني، طبعا مش بديش اطلع شيء يا اخوان، انا نفز الحمام طلع ما شاء الله، الله يبارك، طلع خط جميل جدا، الشكل الاصفر المزهورات، طلع ما شاء الله، الله يبارك، طلع ما شاء الله، هاي الكراتة كمان، هاي باكستاني، باكستاني، طلع ما شاء الله يا اخوان، هاي الشكل احمر نوري، يعني ما شاء الله يا اخوان حمام جميلة. طبعا هو يعني قبل شوي قال لي اذا بدك مصوار بفصل لك 30 حبة وبتسوقها بيدك. طبعا انا اخوان وجاري وانا عارف حمامه بتسوق، حمامه ما شاء الله جدعة. طلع يا اخوان هذا المزور، شوف هاي اللي عندي البلاطة، طلع ما شاء الله الجوز امري سوري، طلع ما شاء الله يا اخوان امري، هون الجواز، هون الشخشل الاسود، الشخشل الثاني، يعني حمام حلو ما شاء الله، الله يبارك، اصفر الحمام كله فوق ثلاثة بعض. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين هسه باذن الله برضه راح ناخذ لكم جوله على جواز الزق ان شاء الله برفقه اخونا قصي. طبعا الحمام هاي لسه طايره، هاي الحمام له، خليها تحط، انا عشان عند الخشه خلينا نحطها، راح تحط يعني طول ما هي، اللهم صل على سيدنا محمد، هي خليها تحط. طبعا هون الشباب الطيبه بتولع بالنار، الله يعطيكم العافيه عبد الله وحكيم، حبايبنا وجيراننا، طبعا كشيش مخضرمين يا اخوان وحمامهم جدعه، شباب يعني شرواكم بالخير. هاي الحمام هسه راح تحط، خليها تحط يا اخوان، هسه شوف علي، راح نعمل كالتالي،
راح فرجيكم اول اشي جواز الزق. عنده جواز يعني ومش مجمع كثير بس يعني على قده لانه الزلمة مش فاضي. وراح نفرجيكم الحمام كامل مطارها. وهي هاي الحمام مش راضي تحط، يعني احنا بنيها تحط نفرجيكم، يعني فرجيناكم الحمام نفرجيكم تكملة الحمام كاملة، يعني خليها تحط بس ايش حطي. هاي هاي خليها تحط. طبعا يجوز خافت يا اخوان النار والدخنة مشان هيك الحمام مش راضي تحط، فاهمين علي كيف. هاي ها يلا خلي يا اخوان هسه بس تحط راح اصور لكم اياها ونفرجيكم جواز الزق. والله يا اخوان الحمام طاير كلها. طبعا هاي الحمام يا اخوان كلها طايره. طبعا هي صار فتره طايره وانا ناسي اصور لانه يا اخوان للامانه ملتهيين غير ترى ترى في نار بتولع وفي عبد الله حينحرق وفي قصي حرق عبد الله، يعني الامور ان شاء الله طيبه يا اخوان. طلع يا اخوان ايش يا قصي بدك تحرقنا ولا تطعمينا؟ اخوان الامانه ما حدش فاضي للحمام حتى طلع. اخوان طلع كان في نقاشات هون على البندوره وعلى الامور كلها وعبد الله قاعد. عبد الله الله يسعد له الايدين، الله يسعد له الايدين يا اخوان. عبد الله اليوم هو المستلم الحفله. طبعا هون في عندنا برضه حكيم. حكيم يسعده الله يعطي. طبعا اخوان حكيم ولع النار وظبط، وقصي الله يعطيه العافيه نازل طالع يجيب لنا اغراض هون ما قصر. طبعا احنا في ضيافه اخونا قصي هون يا اخوان. طلع ما شاء الله الحمام طايره، طلع طلع ما شاء الله الامور طيبه. طبعا يا اخوان علاء لسه لحد هسه ما اجى، احنا الرابع تاعنا علاء. طبعا يا اخوان فيش غيري ايش، طبعا انا كشيت الحمام انا طلعت وانا كل شيء حتى مش عارف اصور، ما حدش فاضيلي حتى بحكي لقصي ايش بقول له تعال لا تعطينا لفه على جواز الزق، ولا بقول لي هسه شوي بس شو الوضع بس يحمى. طلع ما شاء الله يا اخوان. طبعا يا اخوان هذا الفيديو حينزل بعد، احنا حنعمل بث بجوز اليوم هون بجوز مش اكيد حينزل بعد، فيعني اللي بيشوف البث راح يعرف ان احنا صورنا حلقه هون وشو صار معنا اليوم. هسه راح برضه راح ناخذ جوله كامله على الحمام ونفرجيكم اياها. اخوان طبعا الحمام شو جايبه معايا من تحت تحت طلع نوري ازرق. انو ايش هذا؟ لسه ما خلط. والله حمام اخونا قصي هون. طبعا يا اخوان زي ما قلت لكم ما حدش فاضي كله شغال باللحمه، قلت لك انا وحكيم. واي هون شرفنا على ايش علاء الله يعطيك العافيه وصلت بدري. ها طبعا يا اخوان علاء هسه اجى احنا صرنا ساعه هون شغالين. طبعا جاي الله يعطيه العافيه شايفين كيف شغال حاط ايديه بجيابه اموره طيبه سالكه. امورها طيبة، نار النار يا عبد الله شغال هون. طيب اخوان هسه راح افرجيكم هون جواز الزق، ناخذ لفة على جواز الزق هون عند اخونا قصي. هي طلع ما شاء الله. طبعا هو يا اخوان طبعا انا اعرفكم قصي يعني كثير مخفف من حمامه، وهو يعني جد شبه معتزل زي ما حكى. يعني كان وين حمام قصي اللي كان ينحكى عنها زمان عن هسه. طبعا هسه يعني بس ايش؟ لانه يا اخوان بتعرف كل واحد عنده السوسي، لما يرجع يجيب اكم من جوز حاطهم هيك على السطح. يعني هذول كلهم عنده فراخ سطح، كلها فراخ سطح اللي زاقه. طلعوا ما شاء الله. اول اشي عنده نوريات كرفلات يا اخوان، طلعوا ما شاء الله طيب تحتيهم بيض امورهم حلوه. طلع جوز ما شاء الله الله يبارك. طلعوا ما شاء الله يا اخوان فحل طيره. وعنده هون يا اخوان برضه نوريات سود جميلات. طلع يا اخوان الله يبارك. طلع ما شاء الله. طلع طلع ما شاء الله. هون عندي يا اخوان سكسكنيات سود. طبعا يا اخوان زي ما حكينا هذول كلها فراخ سطحه اللي زاقها. طلع ما شاء الله يا اخوان. وهون في عندكم مصريات بزرة بلدية، مصريات صفر يا اخوان بزرة بلدية. طلع ما شاء الله الله يبارك له. في عندكم هون يا اخوان كشامرة. طلع اي هون كشامرة عنده ما شاء الله. وهذول برضه هون تحتيهم بطين برضه كشامرة زرق. طلع ما شاء الله يا اخوان بيه. ما شاء الله الله يبارك لك يا قصي. طلع الطيرة طيب فحل يا اخوان. طلع ما شاء الله فحل اسطوري. هون يا اخوان هذول
هذول زواج المكتفات، تفرد جنحهم ببين معك زواج المكتفات. هاي برضو بيض طلع ما شاء الله، الله يبارك له. وهون في عندكم يا اخوان هون جوز كشامره برضو نفس الشيء، يعني بزرة صواعق اخوان طلعوا ما شاء الله، الله يبارك له. ومريات ومغبرات اشي ما شاء الله يا اخوان، اشي للامانة نخب نخب على الاول يا اخوان ما شاء الله. طلع طلع الله يبارك، الله يبارك له. هالجوز اللي عنده عمريات اخواني مغبرات طلع ما شاء الله، سكر له الجيم. طلع ما شاء الله اخوان، اشي اخذ فوكس الكاميرا. هون اخوان كمان بنت بواس، طلع ما شاء الله اخوان، الله يبارك. جوز بنت بواس طلع ما شاء الله اخوان، طلع الله يبارك، اشي نخل للامانه الله يبارك. طلع اخوان بنت بواس على بوز، اشي فخامه الله يبارك له. طب في عندكم هون يا اخوان جوز تحت كمان برضو، هون اي ما شاء الله، هون طلع اخوان بواز على عمري، طلع ما شاء الله، طلع الله يبارك. يعني اخوان اشي نخب، طلع 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 وجه، طلع ايش وجه يا اخوان، الله يبارك له حبه تبارك الرحمن، اشي روعه. هاي هون ما عندهم مش مي، طلع انا صرت افقد له الجواز ولا عندهم علف، اسرع انا اعلف لهم بيدي واعبي لهم مي اخوان. انا يعني انا بخف عقلي لما اشوف فيش مي او اي شيء عند الطير او علف، بحب انه دائما يكون اموره جاهزه. هيك يا اخوان لفينا على جواز الزق ان شاء الله، هسه راح نفرجيكم برا الحمام بس تيجي تحط كمان. هاي الشباب شغاله برا امورها كلها طيبه، خليكم معانا هسه راح افرجيكم الحمام برضه لما تحط. هاي للمغرب يعني تقريبا من دقيقتين لثلاث لاربعة لاذان المغرب ان شاء الله بدنا نفطر، يعني لسه الاكل قاعدين بيعملوا فيه الشباب هون تحت. هاي الحمام يا اخوان كلها لسه طايرة يعني المغرب، طبعا هذاك اللي طلعوا طلعوا بوز الزق هسه طلع فلسه قاعد يا دوبك. حمام شاد يا اخوان لسه طايرة، طبعا انا اصور لكم اياها ان شاء الله كلها على الرفصة، بس تنزل وتحط راح نصور لكم اياها كلها على الرفصة. يعني ما شاء الله يا اخوان هي الهدف انه هي احنا قاعدين هون، وهي عنده الكشاف شغل هون، في عنده كمان كشاف تحت هيو، هسه بالليل راح اشغلهم كلهم يكون امور طيبه هون على الرفصه كل الحمام. طبعا هاي زي ما شايفين قاعدين بذكر مشان الاذان، يعني مرحبا بذكر لا. هسه يا اخوان بس تيجي الحمام وتحط بتصور لكم اياها كامله، بس تحط على الرفصه ان شاء الله. خليكم معنا زي ما انتم شايفين يا اخوان هاي الحمام كلها، انا كنت مقرب الكاميرا كان مش واضحه، فصلت ورجعت شغلتها. هاي هم يا اخوان، الوحيد اللي بكشش الحمام اللي هو صاحبهم قصي اللي قاعد بيطبخ لنا. طبعا مين بكش هون؟ عبد الله، انا شويه، علاء شويه، حكيم بصفر، يعني الوحيد يا اخوان اللي بكشش الحمام صاحب الحمام معتزل، صاحب الحمام لبسه معتزل. هيا اخوان الحمام كله ما شاء الله طولة. الله يبارك لك يا قصة يا اخواني. الحمام كلها حطت ما شاء الله، الله يطرح البركه يا رب. طلع ما شاء الله يا اخوان، طبعا ادن المغرب وافطرنا، طبعا ما اكلنا اكل كامل، يعني شربنا مي، اكلنا اكل من التمر لبن. طلع ما شاء الله يا اخواني الحمام كلها على الرفصه امورها طيبه. طلع ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك له بالحبات، اشي نخب. في اشي يا اخوان لسه لجوا لجوا محشور، طلع ولا ورا شو مبين كل شيء. الله يبارك له يا رب، اشي والله حلو. طلع ما شاء الله،
يعني يا اخواني زي ما شفتوا يعني ما شاء الله يا اخواني، ان شاء الله نكون وصلنا لهذا المقطع، ان شاء الله نكون المقطع عجبكم. لا تنسونا من دعمكم، لايك اللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك. اخذت فوكس الكاميرا، خلينا نظبطها. بس اللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك.